السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في احسن حال. النهاردة بقى عاملة لكم حلقة خاصة عن المشروبات الساخنة اللي فعلا بتنفعنا جدا في الشتاء وبتخلينا نعرف نعدي المرحلة دي وما نبوظش الدايت مع بعضينا. اول حاجة الهوت شوكليت الصحي، وتاني حاجة عاملة معاكم مشروب المسالة شاي، طبعا هو مشروب هندي وحلو جدا برضو هنعرف مكوناته، وتالت حاجة ومسك الختام هنعمل السحلب الصحي، كلنا بنحبه جدا جدا بس بنفتكر ان هو ممنوع في الدايت. لا، النهارده عامله لكم طريقه هيلثي جدا. ادوا لايك وهنمشي مع بعضينا على المقادير حالا. اول حاجه دي المقادير بتاعه الهوت شوكليت، ظاهره قدامنا سكرين شوت، ويلا بينا على الخطوات. عندي حوالي نص كوبايه لبن اي نوع تفضلوه، نص كوبايه ميه، ومعلقه كاكاو خام كبيره، طبعا يكون طعمه حلو وحابين طعمه، لازم يكون نوع طعمه حلو، وطبعا سكر عدد حسب الرغبة، ومعلقة صغيرة نشا، ورشة قرفة، اوكي، ودي خليها للوش للتزويق يعني، وعندي رشة صغيرة خالص نسكافيه، وعندي رشة ملح صغنونة قوي عشان دي بتقوي طعم الشوكلت في الهوت شوكلت، فاهمين قصدي؟ مشروب حلو جدا جدا. ودول شوية جوز هند مبشور على شوية شوكلت شيبس كده للزواق على الوش يعني، نحط عود القرفة معاه ونخليهم على جنب. اول حاجه هجيب الكاسرولة احط فيها نص كوبايه الحليب ونص كوبايه المي، اوكي. عايزين تعملوا حليب كامل على بعضه انتوا حرين، انا بس مش عايزه ازود سعرات. هنزل بالخلط اللي عندي كله مره واحده، وكمان السكر هقلب بقى كله ده، احط شويه بس الاول جوز هند كده وشويه شوكليت شيبس عشان يدوا طعم لذيذ، وفي نفس الوقت احنا بنشرب الهوت شوكليت يعني يدينا طعم حاجه تشوينج كده، خلينا نعرف نمضغ طول واحنا قاعدين بنشرب المشروب ده، اوكي. هحطها بقى على النار بعد ما قلبتها كويس، هحطها على النار لغايه ما القوام يتقل معايا زي ما احنا شايفين كده. طبعا ريحته تجنن، تدفي بلد من كتر ما هو حلو وسريع جدا جدا، ما بياخدش وقت خالص، وطبعا حارق للدهون. بصوا كده منظره يعني بجد دلع الدلع، حاجه كده تجنن وتدفي، لان الجو اللي من دول محتاج مشروبات زي كده. لازم يا جماعه تعملوا مشروبات حلوه زي دي، هتخليكوا تقاوموا السقعه وفي نفس الوقت ما تتخنوش، لان الشتاء الاكل فيه كتير طبعا الواحد بيتخن، وفي نفس الوقت بيسيب نفسه لغايه ما الدنيا تبوظ منه. لا، الحاجات دي بتخلينا سيرفايف او نكمل، نقدر نخرج سالمين غانمين من الفتره دي، وفي نفس الوقت حاجه ممتعه جدا وحارقه للدهون، لان فيها حاجات بترفع الحرق جامد جدا زي القرفه وحاجات كتير يعني. هحط بس على الوش شويه جوز هند كده وشويه شوكليت شيبس، ويكون جاهز معايا احلى واجمل هوت شوكليت في الحياه، حاجه كده مية مية. بصوا بقى كده هوريكم القوام بتاعه، كل ما بيقعد شويه كل ما بقى حاجه يعني جامده قوي قوي قوي، طعمه حلو جدا، شوكليت باين فيه قوي. زي ما قلت لكم لازم تختاروا نوع كاكاو خام او اللي هو غير محلى، يكون نوع كويس او جيد عشان خاطر ما يغير لكوش طعم الريسبي او الوصفه نهائي او خالص يعني. زي ما بيقولوا هقلب بقى كل الامر ده واستمتع باحلى هوت شوكليت في الحياه. هخش دلوقتي على المشروب التاني المسالة شاي. هيكون معايا كوباية لبن خالي او نص دسم مش فارق، تمام، ومعايا كمان نص كوباية مية عادية خالص، كمان التوابل بقى الشغل كله في التوابل والروائح الجميلة بقى. معايا هنا واحدة قرفة، عود قرفة صغنن كده، واتنين حبهان، وده الجنزبيل الفريش، وعندي اتنين بالظبط فلفل اسود ونعناع طبعا فريش، ومعلقه شاي، واتنين قرنفل، مسمارين قرنفل يعني، بس هي دي التوابل، وطبعا السكر. هنبدا مع بعضينا. هجيب الاول المطحنه، في ناس قالوا لي المطحنه بتاعتك نوعها ايه عشان عجباهم قوي، هي كان اسمها مور بس مور اتمسحت طبعا، جايباها بقالي جي 5 سنين. هبصوا دي البيانات بتاعتها كلها اهي، حلوه فعلا ما شاء الله. طبعا في انواع كتير حلوه جدا في السوق مش النوع ده بس يعني، فاي مطحنه عندكم او تجيبوا الهون تحطوا فيه التوابل
تدقوها كده بايديكم. ممكن نستبدل الحاجات دي بباودر يعني مثلا جنزبيل باودر يعني ممكن، بس لما بتبقى الحاجات دي لسه يعني مطحونه فريش بيبقى ليها نكهه تاني وريحه تانية خالص يعني، بس عادي يعني شغال. ممكن هديها طحنتين كده، مش هنعمهم قوي يعني برضو يبقى لسه فيهم شويه عشان خاطر انا عايزه الفليفر او النكهه بتاعتهم تفضل موجوده. بصوا زي ما احنا شايفين كده سهل جدا الشاي ده بجد، ريحته حلوه قوي، والتوابل كمان بتعمل شغل عالي قوي. هجيب الكاسرولة احط فيها نص كوبايه الميه واحطها على النار زي ما احنا شفنا كده، واول ما تغلي هنزل عليها بالسبايسز كلها او التوابل واسيبها يعني قيمه دقيقتين كده تغلي مع نفسها. طبعا الريحه بتخلي البيت يجنن، ريحه التوابل بصراحه حاجه تحفه بجد يعني. خلاص كده عدى دقيقتين، هبتدي احط المنت او النعناع، لا الجنزبيل الاول سوري معلش، الجنزبيل الاول. عايز ممكن تحطوا جنزبيل بودر ممكن، بس الفريش احلى بكتير، انتوا فاهمين طبعا قصدي. هحط النعناع واسيبهم يغلوا مع بعض حوالي دقيقتين كمان. طبعا الحاجات دي كلها حرقه للدهون وحاجه يعني تحفه وتغيير عن طعم الشاي باللبن اللي احنا عارفينه يعني. هحط معلقه الشاي، عايزين تزودوها عن كده براحتكم على حسب انتوا بتحبوا الشاي كتير في اللبن ولا لا، انا يعني معلقه صغنونه خالص. خلاص يبقى مع بعضيه كده بقى يغلي مع نفسه، اسيبه برده حوالي دقيقه كده او دقيقتين. اظبط لكم بس الكاميرا، هيعجبكم قوي قوي الشاي ده بجد كده، تحس ان انتوا دخلتوا كده فيلم الاميتاب بتشان ولا شاروخان ولا اي حاجه. هيعجبكم قوي والله، جربوه. تمام خلاص هسيبه بقى ايه يغلي مع نفسه احنا شايفين كده، وطبعا نستمتع بالروائح الحلوه الجميله. وبعدين هجيب اللبن انزل على كل الكلام ده. يا خبر، طب احنا هنشرب الحاجه بالحاجات دي ازاي يعني؟ ما هو هنصفيه اكيد يعني. نفس السؤال اللي انا سالته لنفسي اول ما شفت الوصفه دي، بس بجد حلوه قوي، ريحتها حلوه جدا جدا وطيبه كده يعني، بتخليني نفصل عن الواقع شويه. هسيبه بقى على النار زي ما احنا شايفين لغايه ما يغلي. ما تنسوش بقى تدوا فيديو لايك، اديني مش حرماكم اهو وصفرتكم الهند اهو، مش حرماكم من حاجه. يا ريت بقى تدوا الفيديو لايك وتقولوا لي كلمتين حلوين، واما تجربوا الشاي ده بقولوا لي رايكم فيه، فعلا سحر والله سحر. اوكي خلاص غلي معايا، هستنى عليه لغايه قبل ما يفور بشويه صغننين كده اطفي عليه، عشان انا عايزه كل اللبن مع الشاي كل الفليفرز تخش في بعضها، فاهمين قصدي؟ بصوا خلاص اهو هيفور اهو، خلاص اطفي عليه على طول. اوكي خلاص بس كده، هجيب طبعا الصفايه وابتدي اصفيه عشان ما بيبقاش في اي شوائب خالص. طبعا واحد صعب نشرب شاي وفيه الحاجات دي يعني، فاحنا خدنا بقى اللي احنا عاوزينه منها وايه تخلصنا منها. يا صباح الهند الجميله، الروائح الفظيعه اللي ما ينفعش الواحد يقاومها اساسا يعني. طبعا حرق دهون بقى للصبح يعني. هنحط السكر على حسب الرغبه اللي انت عاوزينها، عايزين تحلوا بعسل مفيش مشكله. هقلب كويس اوكي، وبعدين هنزل باللبن الجميل ده في الكوبايه بتاعه التقديم بتاعتي واستمتع بيها. سناك هايل جدا لينا وفي نفس ذات الوقت حارق للدهون يعني، ماسكين العصايه من النص زي ما بيقولوا اهو. ريحه مش قادره اوصف لكم حلوه قد ايه، لازم تقوموا تجربوه دلوقتي، سهل جدا جدا فوق ما تتخيلوا. اظن السبايسز كلها موجوده في بيتنا، التوابل كلها موجوده عندنا، مفيش حد ما عندوش التوابل دي، فالموضوع سهل جدا اهو. هزين بقى الوش بشويه نعناع صغننين، مش عاوزين مفيش مشكله، بس انا اصلا بعشق النعناع. واقلب واستمتع بقى، تجربة فريدة جدا من نوعها وبتاخدنا العالم بعيد خالص عن الواقع احنا فيه، وفي نفس الوقت بتحس ان احنا سافرنا الهند بقى وكده يعني. ومسك الختام بقى المشروب الرسمي بتاع الشتاء، السحلب الهيلسي الجميل.
عندي ربع كوباية جوز هند، انا هعمل كمية شيلها يعني، مش هاخد الكمية دي كلها مرة واحدة يعني، ربع كوباية جوز هند مبشور تمام، وعندي قصادها بالظبط ربع كوباية نشا، وعندي معلقتين كبار لبن بودر خالي الدسم، لبن بودر خالي الدسم اكرر تمام، وعندي سكر فانيليا او الفانيليا اللي هي البودر، منفعش فانيليا السايلة خالص في الوصفة دي، ومكسرات اي حاجة تفضلوها، سمسم بقى، لوز، بندق، عنجمل، اللي تحبوه، عايزين تحطوا سوداني حطوا اللي تحطوه، بس اهم حاجة يكون ناي يعني، وسكر دايت حسب الرغبة، وكوباية حليب عشان التحضير، وده البرطمان اللي انا هشيل فيه كل الوصفة. هجيب طبق كده صغنن ابتدي احضر فيه الوصفة كلها، هنزل باللبن البودر بيدي طعم حلو قوي كريمي للوصفة جدا يعني، وهنزل بالنشا وبجوز الهند الممشور اوكي، وكمان الفانيليا، والمكسرات مش هطحنها قوي يعني، هديها ضربتين كده طحنتين حاجة بسيطة قوي في المطحنة يعني، تبقى مجروشة كده عشان تبان في الساحة لما بنيجي ناكله، يبقى يعني مش ناكله يعني، ناكل ونشرب في نفس الوقت، انت فاهمين قصدي، السحلب مش احنا نشربه بس، لا نشرب وناكل في نفس الوقت عشان نشبع. طبعا ينفع كسناك، ينفع كوجبة عشاء، تجنن وتدفي جدا جدا وترضي كل حاجة جوانا. كل حاجة نقدر نعملها بس in healthy way او بطريقة صحية. خلاص قلبت بقى كل الامر ده مع بعض، مش هحط السكر الدايت دلوقتي، هحطه لما اعمل السحلب نفسه يعني، حسب ما انتوا عاوزين تمام. هجيب برطمان، طبعا اكون البرطمان نظيف ومعقمة وكل حاجة، هبتدي اشيل فيه بقى الكمية. بصوا الكمية اللي انا عاملاها دي تكفيني لو عملت كوباية سحلب كل يوم تكفيني مثلا اسبوع، فاهمين قصدي. طبعا طريقة حفظها، بحفظها في التلاجة وقت ما اكون عاوزة اطلع منها، وهوريكم ازاي هعمل كمان كوباية سحلب دلوقتي تعدل مزاج اي حد وتدفي اي حد في الدنيا. خلاص دلوقتي بقى هنعمل مع بعضينا احلى كوباية حليب بالسحلب، هاخد كده ريحة طبعا الجوز الهند مع اللبن البودر شغل عالي جدا، وبالمكسرات اللي انا عاوزاها، مش بمزاجهم بقى يحطوا لنا سمسم ولا يحطوا لنا سوداني ولا اللي احنا عاوزين نحطه. هنزل بكوبايه الحليب، الحليب اي نوع تفضلوا، حليب لوز، حليب شوفان، حليب خالي، حليب كامل، اي حاجه، اي نوع حليب تفضلوا، حليب جوز هند برضو شغال اوكي. هنزل بقى معلقتين، شايفين معلقه الكبيره اللي معايا دي، هنزل مثلا معلقتين ونص منها عشان انا بحب السحلب بيبقى باين طعمه قوي اوكي. خلاص مش هحط اي حاجة تاني ولا حتى السكر دلوقتي، هقلب ده كويس كله الاول كده على البارد قبل ما احطه على النار، هقلب كويس ما يبقاش فيه اي تكتلات ولا اي حاجة، وهرفعه على النار، هفضل بقى اقلب فيه على النار لغاية ما القوام يتقل معايا. النار بتكون هادية عقبال بس ما النشا تشتغل مع الحليب عشان يتقل، مفيش النار تبقى عالية عشان هنلاقي اللبن غلي معايا ولسه القوام سايل. بصوا ابتدى يعلم معايا في المعلقة، احنا كده ماشيين صح. برضو استمر بالتقليب، الريحة طبعا تجنن تجنن تجنن. هنزل بقى بالسكر على حسب ما انا عاوزة، عايزة احلب دبس تمر اوكي، عايزة احلب عسل برضو اوكي، مفيش اي مشكلة خالص، بس انا السكر دايت عشان معليش سعرات بس فقط لا غير يعني. بصوا اهو هقلب كويس قوي قوي قوي، والنار تكون هادية عشان يوصل القوام اللي انا عاوزاه. موضوع القوام ده بقى بتاعكم انتوا، لو عايزينه تقيل تزودوا نشا، عايزينه خفيف احنا انا هوريكم مره عملته خفيف ومره عملته تقيل. هصبه بقى في الكوبايه، يا لهوي على جماله وعلى ريحته وعلى قوامه وعلى طعمه وعلى كل حاجه حلوه فيه. بجد الحلقه دي مهمه جدا يا جماعه، لازم تعملوا المشروبات دي وتبعتولي على الفيسبوك توروني الحاجات الحلوه اللي انتوا عملتوها. هنزل على الوش كده بشويه شوكليت شيبس دي انا عاملاها في البيت دارك طبعا، واحط ايه يعني لوزية ولا اتنين كده على الوش، طبعا المكسرات دي تبقى نية، واستمتع بقى باحلى سحلب في الحياة.
دلوقتي بقى هنشوف القوام. طبعا الشوكولاتة ساحت من السخنية بتاعت السحلب. بصوا قوامه، يا لهوي يا لهوي على الدلع، الدلع والجمال. ممكن يبقى تقيل وممكن يبقى خفيف زي ما احنا شايفين كده، يعني ينفع يبقى خفيف كده. لو حسيتوا ان هو مش حابينه يبقى خفيف كده، حطوا يعني مثلا معلقة صغيرة كمان نشا، هيبقى تقيل معاكم كده. انا عملته كده وعملته كده، الخفيف ده كان ليا والتقيل ده كان لمامتي، هي بتحبه كده. حلقة جميلة جدا، مشروبات كلها مش مضرة لينا ابدا في الدايت، بل بالعكس مشبعة وطعمها جميل جدا جدا جدا. يا رب تكون حلقة النهاردة تكون عجبتكم. مسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، وبحبكم جدا. سلام.